وبسم الله نبي نبدأ وصفتنا حقت اليوم. ما راح تكون وصفة بحد ذاتها وقامة، بنصلح معكم عجينة البيتزا ووريكم وشلون تتفرزم، ما في أسهل منها. بحتاج هنا إلى 4 أكواب دقيق، كاس حليب، هنا عندي ملح وأورجانو، عندي زيت زيتون، وعندي موية، وعندي كاسين سميد، وهنا عندي بيالة الشاهي مثل ما تشوفونها، حطيت فيها ملعقة سكر وملعقة خميرة وخليتهم شوي يتفاعلون من غير أي تحريك. بالبداية ببدأ أضيف بحوض العجانة المواد الناشفة، بضيف الآن الدقيق وكاسين السميد، هنا الملح والأورجانو، قفلت العجانة نزلتها، بشغلها الآن على سرعة واطية تتحرك المواد الناشفة مع بعض. بضيف الآن زيت الزيتون، ببدأ الآن أضيف الحليب بالتدريج، هنا بضيف الخميرة اللي تفاعلت مع السكر، هنا بضيف الخميرة اللي تفاعلت مع السكر، وآخر إضافتي بتكون كوب الموية. هذه العجينة تقريبا تركتها تنعجن بالعجانة 10 دقائق، بتركها الآن تخمر من 40 دقيقة إلى ساعة. نبدأ بسم الله نبي نفرد العجينة حقتنا، شوفوها تبارك الرحمن شلون أخمرت، وهنا حطيت دقيق الذرة وشوي سميد بفرد فوقها. قطعت العجينة مثل ما تشوفون كورة بهالشكل على دقيق الذرة مع السميد، بخليها ترتاح تقريبا 5 دقائق وبعدين نبدأ نفردها. الآن بأي أداة عندك نقطعها بهالشكل دوائر. خلصت عندي الصينية الأولى، الآن بالشوكة بحاول إني أخرم الأقراص بهالشكل عشان ما تنتفخ معي، ما بيها تنتفخ. دخلتها الآن للفرن، سبقوني شغلتها يعني حار، بخليها 3 دقائق بس وأطلعها وبعدين أوريكم إياها. طلعت العجينة من الفرن مثل ما أنتم شايفين، لا أحمرت ولا شيء، مجرد إنها تماسكت فقط. بخليها لحد ما تبرد ونروح نوريكم شلون بفرزنها. طلعت العجينة من الفرن وخليتها تبرد على شبك، شوفوها هذا هو هذا السمك حقها، ما خليتها تتحمر إطلاقا، شوفوها بيضة. الآن بعد ما بردت وكل شيء بجمعها علبة بلاستيك أو أكياس براحتكم، بحطها بأكياس بوريكم، طبعا تحطين العدد اللي انت تبين. وهذه شكلها، حطيتها بأكياس بهالشكل هذه وخليتها كل حبتين فوق بعض على أساس انها تذوب معي بسرعة. إذا طلعتها ما في داعي بعد انكم تذوبونها قوة، يفك عنها الثلج نص وبعدين بحطوا عليها الطماطم والأشياء الثانية وعلى الفرن على طول.